تحسباً لتظاهرة الكبرى قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015، أطلقت أشغال إعادة تأهيل 8 زوايا بولاية قسنطينة. عملية إعادة التأهيل هذه التي تندرج في إطار الحفاظ على التراث المادي للمدينة العتيقة بقسنطينة، يشرف عليها ديوان تسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية. تم تسخير غلاف مالي بقيمة 270 مليون دينار جزائري تستهدف الزوايا التي بلغت درجة متقدمة من التدهور. وستأخذ هذه العملية بعين الاعتبار الجانبين المعماري والتاريخي لهذه البنايات العتيقة لزوايا الطيبية والعساوية والسيدة حفصة والرحمانية والتيجانية السفلى والعلوية وأبو عبد الله الشريف وسيدي جليس. مدينة قسنطينة تتوفر على 10 زوايا يعود تاريخها إلى الحقبة العثمانية، لعبت دوراً هاماً في الدفاع عن سلامة التراب الوطني وتساهم اليوم في تعليم القرآن الكريم.